الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. علينا نحن أن نأخذ الزاد من تراث النبي وأهل بيته، نأخذ تراثنا من جامعة الإمام الصادق عليه السلام. نحن نملك كنزا عظيما من الأحاديث اللي فيها ملأة بالأدب والأخلاق، فلأنه له ذلك الأثر في تربية أبنائنا. فقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: قال لقمان لابنه، شوف الحكم وشوف المواعظ تؤثر ترى الحكمة، يعني شوف أبنائنا بحاجة إلى الموعظة، بحاجة إلى الإرشاد. أنا أسألك سؤال بالله عليك أنت، وهذا السؤال موجه إلى الآباء والأمهات، أقول إلى مدى كان لكم التأثير في توجيه أبنائكم بالنصائح والإرشادات؟ أكثر الآباء لا يوجهون أبنائهم بالأدب، يعني بالنصائح من قبل مدرسة أهل البيت. فالأبوين لابد أن يحاولوا أن يتعلموا هذا الأدب من مدرسة أهل البيت حتى يتم أثره في أبنائهم. لذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه، شوف الحكمة، قال: بني إذا سافرت مع قوم، شوف يعطيك كيف أنت تعيش مع الآخرين. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: معاشر الناس كونوا في الناس، إن غبتم حنوا إليكم، وإن غبتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. شوف كيف أنه يتعلقون بك. إذن يعلمنا لقمان الحكمة كيف يكون أسلوبنا. قال: إذا سافرت بني، إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم، يعني حاول تستشير، شنو تقعد مع صديقك، شنو رأيك في هذا، أنا أريد أن أقوم بعمل معين، شنو رأيك؟ جيد، ما خاب من استشار. ثم يقول: وأمورهم، يعني فأكثر استشارتهم في أمرك كما ورد، وأمورهم وأكثر التبسم. الإنسان لا يكون وجهه عبوسية، أنت تلاحظ بعض الناس وجوههم وجوه يعني فيها العبوسية، العبوسية ترتسم على وجوههم، لا، حاول يعني أنت تبتسم إلى الآخرين، يعني وزع ابتسامتك إلى الآخرين، هو هذا علام من علامة المؤمن. أنا ذكرته في إحدى كتبي اسمه كتاب سعادة المؤمن، أكثر من 600 صفحة، ذكرت هناك علامات للمؤمن، حقيقة المؤمن، منها من علامة المؤمن التبسم. الإنسان نشوف دائما يوزع ابتسامته إلى الآخرين، هذا يدل على أنه هذا صدق مؤمن. حديث هذا يقول: وأكثر التبسم في وجوههم. بعد: وكن كريما على زادك، يعني ما يريد أن يربيك فيك البخل والعلة، هاي علة البخل، إنسان اللي دائما يكون بخيل، لا، البخل في النار والكرم والجود في الجنة. فلذلك الإنسان أن يكون كريما، يعني دائما يحب أنه أن يعطي، كون عطاء، مو فقط تأخذ من الناس، أكو جماعة بس يأخذ ما يعطي، لا، أنت تكون معطاء، ستعطي ابتسامة، تعطي مالا، تعطي شيئا من مثلا على شكل هدايا، مثلا تهادوا تحابوا مثلا، لأنه يزرع المحبة والمودة. ثم يقول: وإذا دعوك فأجبهم، لأنه من علامة المؤمن إذا دعيت فأجب. أكو جماعة يقول لك: مولانا تفضلوا اليوم في بيتنا، تقول: لا لا أنا ما أجي. هذا يتألم، مو صحيح، أنت شلون ترفض دعوة مؤمن؟ لا ترفض دعوة مؤمن أخي. يقول: إذا دعوك فأجب، جب دعوتهم حتى وأنت صايم. إذا أنت صايم صوم مستحب ورحت عنده
جاب لك استكانة شاي، قدم لك حلويات وانت صايم صوم مستحب، يقول لك اذا قال لك تفضل وانت صايم ما يخالف، انت اخذ من عنده وافطر وكل. لماذا؟ لانك حصلت على الثوابين، ثواب استجابة دعاء المؤمن لانه انت لبيت دعوته، والصوم مالك، فانت محصل على ثوابين. اياك ان ترد شنو طلب واحد يدعوك، لا ترده الان. يعني هسه انت خليك بالمرآة، اذا واحد يعني انت تدعو انسان تقول له تفضل عندي غدا اليوم الظهر، مو هالشكل تدعو في مكان، هو يرفض يقول لا انا ما اجي، تتألم لو ما تتألم؟ طبعا تتألم، لكن عندما يأتي انت تشوف الابتسامة تظهر على وجهك. ليش؟ والانشراح. ليش؟ لأنه لقد لبى دعوتك، فأنت لا ترفض الدعوة، هذا من علامة المؤمن. وإذا دعوك فأجبهم، يعني مثل فعل الأمر، وإذا استعانوا بك، طلبوا منك العون يا أخي، المساعدة، فأعنهم. الإنسان شوف يعني قضاء حوائج المؤمنين من نعم الله عليكم، قضاء حوائج المؤمنين من نعم الله، الله سبحانه وتعالى أراد أن ينعم عليك، بعث لك واحد يقول لك مولانا أنا عندي حاجة تعال اقضيها إلي، أنت تقضي حاجته بأي شكل، هسه حاجة مادية، حاجة معنوية، حتى حاجة طلب إصلاح مثلا، حاجة تكون الدال على الخير كفاعله، هذا له الأثر الكبير. بعدين يقول لك واستعمل طول الصمت، الإنسان أن يكون دائما عند حالة الصمت، هذا من علامة المؤمن. يعني لا تكون مكثارا في الكلام، خليك قليل الكلام. الصمت مو بمعنى أن تكون أخرس، لا، يعني التفكر قبل الكلام، إنه هذا الكلام حتى ورد في الحديث يقول أصحاب النبي كان يضعون الحصات في أفواههم، فإذا أرادوا أن يتكلموا يقول يفكروا أول شيء، إذا كان الكلام جيدا له أثرات طيبة يخرجون الحصى ويتكلموا، وإلا فهم لا يتكلموا. إذا كان، وإذا من علامة المؤمن ترقبوا من الصامت الحكمة. الإنسان الصامت شوف فد مرة أنه تخرج منه كلمات كلها حكم. بعد وكثرة الصلاة، كثرة الصلاة سواء الصلاة على النبي وأهل بيته أو كثرة الصلوات يصليها الإنسان بين فترة وأخرى. أنت تأتي إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، مو الشكل، لأنه إحنا في كربلاء المقدسة، والكثير تشوف الملايين يأتون لزيارة الحسين. زين، يعني أنا أقدم نصيحة متواضعة إلى أحبتي، إلى الإخوة والأخوات، أنت مو تجي إلى الحرم الحسيني أو إلى الروضة العباسية أو الروضة الحسينية أو الروضة العلوية تقعد لك ربع ساعة وتطلع، لا، أنت ابقى ساعة ساعتين ثلاث ساعات، حاول تتزود. أنت الإنسان مثلا عندك صلاة قضاء، عندك مثلا سنة سنتين لابد أن تقضي صلاتك الفائتة، جيد الإنسان يقضي صلواته، هذا مهم جدا، الإنسان يقضي صلواته الفائتة عند حرم الحسين عليه السلام، يأتي بالنوافل بالمستحبات بتلاوة القرآن بالأدعية، عندنا أدعية أخي كثيرة. فإذا الإنسان أن يكثر من صلواته، الصلاة يعني يدل على المحبة الإلهية. شوف أنت كل ما تكثر من صلواتك، كل ما تكثر من دعائك، رطب لسانك بذكر الله، زين، تكثر من تلاوة القرآن، الأدعية، يدل على أنه أكو علقة وأكو محبة بينك وبين رب العالمين. فإذا أردت أن تزداد المحبة الإلهية لك فتقرب إلى الله. وقال الله، وأختم حديثي، وقال الله في حديث قدسي: من تقرب إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا. وللحديث صلة، فتابعوا معنا، وذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.